لا شك أن هو له تأثير كبير جدا، والأسباب فيها نحن ذكرنا منذ قليل أن الركيزة الأولى في سعادة الأسرة اللي هي الحب والود، الأسرة هي السكن. فإذا فقد هذا السكن يحدث هنا المشاكل، واللي يحدث السكن حقيقة والاستقرار هي المرأة. المرأة كأم، كبنت، كأخت، يعني هناك للأسف الشديد هناك من رزق الله جل بأخوات، ولكن يعني ممكن يعيش سعادة غير عادية، لكن هو سوء علاقته بخواته فقد هذه السعادة. هناك من رزق الله ببنات، ولكن عدم تعامل الحسن والجيد واستثمار هذه النعمة اللي ينعم بها الله عز وجل عليه، نعمة البنات، فقد سعادة كبيرة. وأخيرا هناك من فقد يعني رزق الله عز وجل بزوجة وفقد هذه السعادة. الآن عندنا أخ نادر ثقافة يعني موجودة، أصبح الأساس، وهذا هو موضوع الحلقة، التوازن. نعم، اختل التوازن لأن دخل علينا ثقافات اللي هي أن المرأة أصبح من الضروريات، وممكن يكتب حتى في عقد الزواج لابد أن هي تعمل. وأصبحت المرأة حاطة في أحلامها أو من الأشياء الضرورية بعد الزواج ممكن بعام أنها تمتلك سيارة وغير ذلك. نحن لا نعارض عمل المرأة وقيادة السيارة، لا، لكن يحدث فيه توازن في أولويات. أي شيء يعني يهدم السكن والحب والود داخل الأسرة يقعد مسألة خطر. الأبناء يريدون سكن، الزوج يريد سكن، يريدون الحب والود. هذا نحكي لك أنا من واقع دورات واستشارات أعطيت في مدينة طرابلس من أخوات يعني يعملنا من الفترة الصباحية إلى الفترة القيلولة ويمتلكنا السيارات. لما خذيت وعطيت معاه في الحديث يعني أصبح للأسف الشديد الزوج أصبح اتكالي أكثر. نعم، يعني هي تمشي للعمل وهي عندما ترجع تمر عليه محلات بعض الاحتياجات، وتروح من الأبناء من المدرسة توصل، يعني تخايل الانفعالات، تزداد الانفعالات والحدة وكذا. كيف لها أنت تحاور أبنائها؟ كيف أنها تحدث السكن في فهذا اشكال. المرأة يا أخي الفاضل لديها رسالة، سواء معلمة، دكتورة، ممرضة، داعية، محفظة، غيرها. نعم، وأنا حتضحي بجزء يعني ونعتبرها أنا تضحي، لكن من أجل مصلحة تهم المسلمين والمجتمع، ولابد الزوج يراعي ذلك. ليس إذا خرجت لتحقيق رسالة يعني رسالة عظيمة لله عز وجل إنه هو يتحول إلى اتكالي، عليه إنه هو يعينها. نعم، ويصير فيه تكامل وتكافل حتى لا تحدث مشاكل. أما نحن إذا فقدنا الحب والود داخل الأسرة فتحنا باب للشيطان، وهنا تأتي المشاكل. هنا يعني يا أخي نحن نعطوا في الحب الصناعي. نعم، أول ما يرزقوا بابن، لأنها المرأة لا تريد أن تستطيع أن ترضع ابنها سنتين، لأنها عندها عمل تعوده على يعني اللي هي نقولوا لها نحن الرضاعة يعني. ثم في الثلاث سنين تبحثنا عن حاضنة، بعدها روضة. يعني الابن لا يبقى مع أمه إلا ساعات قليلة، هي مرهقة وهو مرهق والأب مرهق، أين يتربوا الأبناء؟ أين السكن؟ وهنا يتشوه نفسيا وأخلاقيا إلا من رحم الرب الله عز وجل.